مساء الخير حبايبي الأبطال، يا رب تكونوا بخير دايما. معاكو مستر هاني يوتيوبي. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي ندخل على المكتبة الرقمية. طب يا مستر، وإيه دي مودو ده اللي عمالين دوشنا بيه؟ إيه دي مودو ده مش هنعمل بيه حاجة؟ لا، الفرق بين إيد مودو والمكتبة الرقمية إني إيد مودو ده موضوع رفع بس وتواصل ما بينك وبين المدرسة، وهيبقى مستمر سواء بعد الـ الأزمة دي ما تخلص إن شاء الله على خير، برضو هيفضل معانا إيد مودو، وفي ناس شغالة مدارس أصلا انترناشونال شغالة بيه من زمان. طيب إيه بقى موضوع المكتبة الرقمية ده؟ بص يا جميل، هفتح جوجل عادي واكتب study EKB study.ekb.eg وكده فاتح معايا المكتبة الرقمية. حلو جدا، يعني كل البيانات وكل الحاجات اللي انا عايز اعرفها في اي بحث في الدنيا مطلوب مني من تالتة ابتدائي لتالتة اعدادي وحتى في ثانوي هلاقيها في المكتبة الرقمية. طيب فتحت انا جوجل زي ما انت شايف كده، وقال لي المكتبة الرقمية بتاعتك اتفضل. ماشي، فتحت المكتبة الرقمية، فتحت، قال لي المذاكرة الرقمية والصفحة اللي انت شايفها بالشكل ده. بيقول لي العربية، لو انت دي كده انجليش، لو انت عايز العربية الصفحة تقلبها بالعربي، اوكي هتدوس العربية فوق اعلى يمين الصفحة. طيب وبعد كده لو انت عايزها انجليش هترجع تاني. طيب بيقول لي جميع المواد الدراسية تحت للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية. انا هضغط على ايه يا بطل؟ ابدأ الآن أو ذاكر الآن. حلو جدا، بدأت ذاكر الآن، فتح لي زي ما انت شايف كده. هتختار المادة اللي انت عايز تذاكرها. طيب وماله؟ يعني كل المواد بتاعتي هنا، انا في تالتة ابتدائي مادتك هنا، في رابعة ابتدائي مادتي هنا، تانية اعدادي هنا، تانية ثانوي، أولى ثانوي، كل المواد الدراسية بكل المراحل التعليمية موجودة هنا. طيب خلاص كده عرفنا. طيب بس أنا ما يهمنيش ده كله ده دلوقتي، خلينا في علامة البحث اللي فوق، شايفها طبعا. طيب بدوس في علامة البحث اللي فوق، وليكن مثلا أنا عايز أكتب، أو البحث قال لي أو اكتب عن كذا، وليكن مثلا قال لي اكتب عن الاحتباس الحراري، هكتب عن الاحتباس الحراري. اكتب عن باندا، هكتب عن باندا. اكتب عن اي حاجة في الدنيا زي مجالك البحث وهتتكلم عنه، هتدوس مثلا. او المناخ، جاب لي المناخ مثلا، الوزير جاب لنا المناخ كنموذج، احنا مثلا تعال نتكلم عن الاحتباس الحراري. كتبت الاحتباس الحراري وهبحث عن الكلمة اللي موجودة دي. ماشي، نبحث عنها. طيب فتح لي طيب ده هيصة، فتح لي معلومات عن كل حاجة عن الاحتباس، كل ده في بنك المعرفة. طب انا تهت كده يا مستر، ولا يهمك ولا تتوه ولا حاجة. في تصنيف، بص كده، بص التصنيف كده اللي عندي، يعني انا بدل ما تهت دي، طب انا في تالتة محتاج تالتة ابتدائي مثلا احتاج كل ده؟ لا يا سيدي، بص معايا، في فلترة على خانة كده على اليمين، show filters. حلوة قوي show filters دي. دي مقصود منها ايه؟ انك انت بتختار اللي يناسبك في الموضوع على حسب عايز ترم اول ولا ترم تاني. طيب انت عايز فصل دراسي الاول؟ لا مثلا، بص معايا كده. طب عايز طاقة الحرارية؟ عايزه لسنة كام؟ هاخد ده الموضوع مثلا 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 في اولى اعدادي، اختار اولى اعدادي مثلا. يعني انا اخترت اولى اعدادي اللي تحت دي، ظللت عايز اولى اعدادي. انا في اولى اعدادي بقى هدور في اولى اعدادي اللي يخص الاحتباس الحراري في اولى اعدادي. حلو كده جدا. طيب عايزه اللي يخص الساينس ولا يخص الانجليش ولا يخص الايه؟ تعال نشوف مثلا اللي يخص ساينس او اللي يخص العلوم. تعال نشوف اللي يخص العلوم، يبقى ساينس اللي في اولى اعدادي. طب انا عايز ترم اول ولا ترم تاني؟ اقدر بختار وحدد ترم اول او ترم تاني، اقدر اختار كل البيانات اللي انا عايزها
بحيث ان البحث معايا ما يبقاش ايه الدنيا مفتوحة قوي. بعد ما اخلص كل ده انا خلاص انا دورت على البحث اهو وانا صنفت اللي انا عايزه، هدوس اكس اللي فوق، نرجع تاني للصفحة بتاعنا. يبقى هو هيجيب لي ايه؟ شايف واخد بالك من الاخضر اللي تحت ده؟ اه يا جميل معايا طبعا، برافو عليك. مكتوب لي ايه هنا؟ اللي انا حددته هناك مكتوب لي هنا. يبقى هو جاب لي اللي يخص الموضوع اللي هو جلوبال وارمنج او الاحتباس الحراري لسنة اولى وفي مادة العلوم مثلا. طيب ولو انا عايز ترم تاني يجيب لي ترم تاني، تمام؟ وافضل ادور في اللي انا عايزه. فتحت مثلا هنا الاحتباس، تعال نشوف هنا مثلا الاحتباس الحراري في جزئية زي دي، اختارها، فتحتها، خدت الموضوع منها، ده تبع نهضة مصر مثلا، خدت الموضوع اللي انا عايزه منها. طيب المفروض ان الموضوع بيبقى موجود هنا اللي انا هدور عليه. في هنا تحت خالص بيقول لي في related sources، في مصادر متعلقة بالموضوع ده. تقدر في related sources تدور على اي حاجة سي، وبرضو بيقول لي شوف لو انت سي other related sources، لو انت عايز تشوف مصادر تانية ومش مقتنع بدول اللي هم فاتوا دول وعايز تدور في مواقع تانية، يا مرحب بيك هتلاقي حاجات تانية تدخل. انت بقى وانت بتدخل في اي مرحلة من المراحل دي، تمام، اي مرحلة من المراحل دي انت بتكتب معك قلم ومعك كشكولك وبتكتب كل البيانات اللي انت بتحصل عليها من الموضوع ده. طب عايزين نعمل باك للصفحة اللي قبليها، اروح للصفحة اللي بعديها. انا دخلت هنا مثلا، لا انا عايز ادخل في اشوف الموضوع ده هنا، اروح داخل اشوف الموضوع ده هنا بالنسبة مثلا لموقع تاني خالص وتالت ورابع. خدت البيانات كلها اللي انا عايزها، كتبتها وسجلتها. في كل موضوع هكتب المزيد واكتب المزيد لغاية ما اخلص واكتب كل اللي ايه كل اللي انا توصلت له، روح كاتبه في القلم والكشكول بتاعي، تمام. في كل واحدة من دول لو انا ملقيتش الموضوع بتاعي اروح خارج واخرج تاني، ارجع باك مثلا. طيب انا نسيت في الفلتر اعمل حاجة زيادة مثلا، مش عايز بتاع نهضة مصر ده، طب انا عايز ادخل موضوع الطاقة مثلا، اروح والطاقة لسنة مثلا ابتدائي او الطاقة والحرارة، اروح اعمل اشوف اكتر كده. بص انت كل ما تختار كل ما ترجع، بص كل ده عايز اقول انت مثلا انتقال الحرارة مش عارف عملية ايه، كل ده اروح جايبه وادوس عليه هيفلتر لي الموضوع. بعد ما يفلتر الموضوع اختار الحاجات، اي حاجة انا عايزها مثلا هنا، اختار بعض العمليات كده، اعمل اكس، هو هيجيب لي الحاجات اللي موجودة في الفلتر، تمام؟ يعني اي حاجة انا بروح افلترها هلاقيها موجودة. لو انا عايز الغي فلترة من دول من كتير كده اروح لاغي وارجع تاني اشوف الفلترة هنا مثلا، دوست على فيرست ترم والطاقة جابهم لي زي ما هم. كده تقدر تحصل على المعلومات بتاعتك بكل سهولة. تقدر تدخل على حاجة اسمها study زي ما مكتوبة فوق في العنوان كده، study.ekb.eg، كده تقدر تدخل على حاجة اسمها المكتبة الرقمية وتخلص موضوعك وتكتبه وتلخصه وتكتبه وورد ومن الوورد تحوله بي دي اف، وبعد كده تقدر ترفعه على ادمودو. يعني ادمودو ده هو بس عشان تواصل وترفع المشروع مش عشان تبحث. يبقى البحث حبايبي فين؟ في المكتبة الرقمية اللي هي انا قلتها دلوقتي، وهكتب لك الرابط تحتيها تحت الايه تحت الفيديو. بالتوفيق حبايبي وربنا معاكو، جود لك. تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس.
لك.